التاريخ دوم. يلا عمر العلوي البلغيتي رئيس جمعية نوغ سوداكسيون منظمة لهاد لحاق طنجة الكويرة ونائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة الداخلة والذهب. اليوم مرورا على الواد الواعر كان جايبين واحد القافلة لحاق طنجة الكويرة في النسخة 15 اللي كنضموا كل سنة بمناسبة عيد المسيرة الخضراء. هاد النسخة كتمتاز بكونها أنه كاين عدد كبير من مغاربة العالم اللي جاو باش يزوروا المغرب ويكتشفوا الثروات والسياحة في الجهة الثالث الصحراوية الجنوبية للمملكة، تزامنا إن شاء الله مع عيد المسيرة الخضراء اللي غادي نحتفلوا به غدا إن شاء الله في مدينة العيون. وهاد الناس اللي جايين كاين من مغاربه العالم، وكاين كذلك معنا صحفيين ومستثمرين من اللي جاو من امريكا اللاتينيه حتى هما مشاركين باش يكتشفوا الصحراء المغربيه، ومستثمرين اللي غادي يقدروا ان شاء الله يديروا الثمرات في هاد المناطق الجنوبيه. شكرا. القافله حتى فين ان شاء الله؟ القافلة كتنطلق من طنجة إلى مدينة الداخلة. عدد المشاركين تقريبا 70 مشارك، وعدد السيارات 30. يعني غتزوروا فقط الداخلة ولا حتى الكركارات ولا؟ لا حدنا حد الداخلة إن شاء الله، لأن تما الداخلة غادي يكون لا ديغنيغ ايطاب ديالنا إن شاء الله اللي غادي ندوزو فيها واحد 3 أيام. لا يكون تماك فيها لقاءات مع جمعيات أخرى واعمال اجتماعيه وليزاكسيون سوسيال ان شاء الله. ارشيتاكت مهندس معماري من الرباط. انا كنشارك في هذا لو غيد هذا، وحنا جينا من طنجه حتى الداخله باش نشوفوا التطور اللي وقع في هذه البلاد هذه، ونشوفوا ندوزوا على المدن كامله ونشوفوها تقريبا كيفاش عامله وداك الشيء، وميم طون كنتضامنوا حنايا مع الصحراء المغربيه، وكنحاولوا نشوفوا كيفاش نضموا مثلا مشاريع التنميه اللي خصهم يكونوا في هذا الاطار هذا. كنشاركوا ونيت باش نعرفوا حتى بهذا تبارك الله هاد المناطق اللي كيفاش دايره والروعه ديالها والمناظر الخلابه اللي فيها والانفخاستكتور اللي ولات كدار دابا. واذا هادشي عنده واحد المستقبل وهو ديجا جميل، ولكن حنا خصنا نزيدو نردوه اروع واحسن ان شاء الله. هادي اول مره جيتي للصحراء الكبيرة ولا فايت جيتي؟ لا، هادي بالنسبه لي اول مره. هاد لو غيد كان قبل، هادي لا كان زي ميديسيون. انا هذه اول مره بالنسبه لي، وانا جيت نشارك كمهندس باش نشوف. انا واحد السؤال غنسولك عليه، كيفاش كنتي كتخيل الصحراء وكيفاش لقيتيها حتى دابا؟ انا اصلا كنخدم في الصحراء، كنخدم في خدمه في العيون، صاوبت تجزئه العيون وداك الشيء كنعرفها زعما، ولكن ما كنت كنجي في الطياره. دابا ملي جينا في لوغالي داك الشيء باش بغيت نكتشف الصحراء بطريقه واحده اخرى، جاتني تبارك الله عندها مؤهلات كبيره، وواحد خصو غير يعرف كيفاش. كاين الحريه، كاين الطريق، كاين الامن، كاين كلشي، والامور مزيانه، وان شاء الله ما يكون غير المستقبل لهذه المناطق هذه. المستقبل ديالكم ان شاء الله حدا غنمشيو ان شاء الله للداخله، ومن الداخله عاوتاني نرجعوا عاوتاني. شكرا سيدي، بارك الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.